موضوع الهدايه. تمام. الهدايه اربع انواع. الهدايه مش نوع واحد كده زي ما الناس متصوره، الهدايه اربع انواع، واللي جت في القران اربع انواع. تمام. واحد اسمها الهدايه الجبليه، الجبليه اللي هي الفطريه الاصليه الخامه. زي ما بنقول واحد انت جبلتك ايه؟ يعني معمول من ايه؟ مخلوق من ايه؟ مصنوع من ايه؟ دي الهدايه الجبليه. اللي ربنا جابها في قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر فهدى، قدر لكل مخلوق معاشه وطريقه حياته. الدوده غير العصفور غير الحيوان غير الانسان الى اخره. تمام. الهدايه الثانيه بقى اسمها الهدايه الارشاديه. اللي هي اللي بتيجي بعد الجبلية، والتانية برضو من عند الله سبحانه وتعالى. الهداية الإرشادية إن ربنا بيبعت لنا رسل وبينزل علينا كتب سماوية علشان يرشدنا للطريقة المثلى التي نتوصل بها لعبادة الله. أيوه. الطريقة المثلى التي نتوصل بها لعبادة الله مش على الكيف، لا، كما يريده الله. يعني نحن نعبد الله كما يريد لا كما نريد. وطالما احنا بنعبد ربنا كما يريد وليس كما نريد، يبقى لازم نعرف هو يريد ايه بالظبط، نعبده ازاي بالظبط. فكل مره ربنا بيغير في طريقه العباده علشان يختبر عبده في اتباعه لاوامر الله. اسمها الهدايه دي الارشاديه اللي عن طريق الانبياء والرسل. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللي هيتبع رقم اثنين هينتقل لسنه ثالثه اللي هي الهداية رقم ثلاثة. الهداية رقم ثلاثة دي بقى طبعا الهداية رقم اثنين دي اختيار من مين؟ من الناس اللي هي الإرشادية. الإرشادية يعني الأنبياء جم، اللي يتبعهم فاز بسنة ثالثة، انتقل ونجح للمرحلة الثالثة. إنما اللي ما اتبعهمش وما سمعش كلامهم مش من حقه يوصل للجايزة رقم ثلاثة أو لسنة ثالثة. سنة ثالثة ديت اللي هو الهدية التوفيقية، إن ربنا بيوفق بقى. يعني ايه يوفق يا بنتي؟ يعني يثبت. قال تعالى يثبت الله الذين مين؟ امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا في الاخره. يعني معنى كده ان المؤمنين هم اللي محتاجين ما يسمى بالتثبيت. ده بقى اسمها ايه؟ اسمها هدايه التثبيت او الهدايه التوفيقيه. دي الهدايه رقم ايه؟ رقم ثلاثه. الهدايه دي رقم ثلاثه جايه فين؟ جايه في سوره الفاتحه. أيوه. مش احنا بنقول لربنا اياك نعبد واياك نستعين؟ تمام. يبقى احنا سامعين الكلام يا رب واتبعنا الرسل. ربنا يقول ايوه، طب عاوزين ايه يا عبادي؟ نقول له ادينا بقى رقم ثلاثة، اهدينا الصراط المستقيم. يعني ثبتنا على طريق الطاعة، صراط الذين الى اخر الآية. يبقى الهداية رقم ثلاثة ديت اللي هي بتاعت ربنا بقى، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. اوعى تفتكر ان ربنا بيظلم فيها عباده، لا، ده اللي شاء انه يتبع الانبياء ربنا بيديله الثالثة. فلو واحد ما اتبعش الانبياء ربنا مش هيديله التالته، يقول له ما انت ما سمعتش كلام الانبياء. اسمع كلام الانبياء واعبدني زي ما هم امروك، انا هديك التثبيت من عندي اللي هي رقم ثلاثة دي. تمام. تمام. الهدايه رقم أربعة الهدايه الاخرويه بقى، دي يوم القيامه اما الناس في ظلام واضطراب وتخبط مش عارفين يوصلوا للجنه، فربنا يقول لك ايه؟ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. وهم بيقولوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدنا دلوقتي إن الهداية أربعة أنواع، واحد اتنين تلاتة أربعة. الأولى جبلية، التانية إرشادية، التالتة توفيقية، الرابعة أخروية.